بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. إجابات الوحدة السابعة، الصف الأول الإعدادي، الترم الثاني، المنهج الجديد من كتاب بيت باي بيت. كنا شرحنا الوحدة من كتاب المدرسة وجاوبناها من كتاب المعاصر، ودلوقتي هنجاوبها من بيت باي بيت. اسبيس از ابليس، بيقول لي المكان ده مكان، يعني انت بتلعب في بلاي اور واتش، او انك بتشاهد السبورتس ماتشز، ماتشات الكوره. فطالما انت بتلعب فيه او تشاهد منه ماتشات كوره، يبقى ده هيطلع ايه؟ الكانتين اللي بنشتري منه حاجات، ولا استاديوم استاد الكوره، ولا ميوزيوم المتحف، ولا اكويريوم اللي هو معرض الاحياء المائيه. اكيد كده بيتكلم على ستاديوم الاستاد، هو كده قصده على الاستاد عشان فيه كوره وفيه ماتشات. Let's go on the big wheel. big wheel دي اللعبه اللي هي عجله الملاهي. عجله الملاهي دي هتبقى موجوده فين؟ في الاكواريوم، ولا في الميوزيوم المتحف، ولا في البلانيتيريوم اللي هو المرصد الفلكي يعني، ولا الفانفير الملاهي؟ طبيعي ان هلاقي ملاهي طالما بيقول لي عجلة الملاهي. السياح بقى زاروا في مصر حاجة مشهورة، يقدروا يشوفوا ايه بقى فيها؟ متاحف، ويشوفوا تماثيل. يبقى ده هيشوفوا فين؟ في السينما، ولا في المتحف، ولا الملاهي، ولا معرض الكواكب؟ طبعا في الميوزيوم، في المتحف. On my first day، أول يوم ليا في المدرسة، I felt really، أحس بإيه؟ أحس برخيص، أحس مثلا بلذيذ، أحس ب nervous، أيوه أحس إن أنا متعصب شوية، متضايق، قلقان، أول يوم في المدرسة وكده، تمام؟ طيب، I will go space with my dad soon، هروح كذا مع أبي. طبعا go بتاخد بعدها الجيراند، يعني الفيرب أي إن جي، خدناها طبعا الترم الأول. فأنت هتقول I go shopping، اللي هي يذهب إلى التسوق، يذهب إلى التسوق. I loved the fish but I didn't see any wheels at the، أنا حبيت السمك أوي بس ما شفتش ويل، دي يعني حوت، ما شفتش حيتان. فين بقى؟ في البولينج واي، البولينج اللي هي لعبة البولينج، ولا الأكواريوم معرض الأحياء المائية، ولا البلانيتوريوم اللي هو المرصد الفلكي بتاع الكواكب، ولا الاستاد بتاع الكورة؟ هنا بقى ده اسمه معرض أحياء مائية، يعني هو اللي خاص بموضوع الايه، بموضوع الحيتان والأسماك والكلام ده. We like riding on the big، اسمها big ايه هي بقى؟ big wheel اللي هي عجلة الملاهي، لسه حالين عليها فوق. نقط are very clever sea animal، حيوانات شاطرة وذكية، دي الدولفين، ولا المعزة، ولا الطيور، ولا القرود؟ طالما انت بتقول لي تبع البحر، تبع البحر يبقى الدولفينز، الدولفين يعني. It was great at the space my team won 2-0، كانت حاجة كذا ان فريقي فاز 2-1. يبقى طول لما فرحنا، فرحنا فين؟ في المتحف، ولا في الاستاد، ولا في الكانتين، ولا في المسرح؟ اكيد الفرحة دي كانت في الاستاد عشان ده كسبه في الكورة، تمام. The balls، الكور very heavy، كور تقيلة، at the space، أكيد في لعبة الباولينالي، الباولينالي اللي هي لعبة الباولينج، تمام. مع الكور بقى كان اللي هي بيرموها على التماثيل اللي بتبقى واقفة دي. حسن is really fit، جسمه حلو يعني. بيقضي معظم وقته فين بقى؟ fit دي لائق بدنيا، يبقى كده في السبورت سنتر، مركز الألعاب الرياضية، جسمه كويس، بيتمرن كتير هناك. We learn a lot، اتعلمنا كتير عن الـ Earth، الكوكب الأرض يعني، and the moon، والقمر. يبقى نعرف الحاجات دي فين؟ أكيد في البلانيتيريوم، في البلانيتيريوم اللي هو معرض الكواكب وإيه والمرصد الفلكي اللي موجود في حلوان. Space is a dining room، dining room حجرة أكل، أو مكتب مبني في مبنى أو في مدرسة. يبقى ده إيه، استاد ده، ولا متحف، ولا كانتين؟ كانتين يعني مكان بيشتري منه أكل وكده.
there are some fantastic paintings، رسومات جميلة جدا ورائعة. رسومات فين بقى؟ في سبورت سنتر ولا فان فير ولا اكويريوم ولا اكسبيشن؟ اكسبيشن اللي هو معرض للصور، هو ده اللي فيه الرسومات. يبقى احنا نقدر نعلم كل حاجة بحاجة، يعني مثلا كواكب يبقى ده في معرض الكواكب، كور وكرة تقيلة يبقى ده في لعبة الباولينالي، طب رياضة وجسمه حلو ومش عارف ايه يبقى ده في السبورت سنتر، طب كورة وماتش يبقى ده في الاستاد، اكل وطعام وبيع وشراء يبقى ده في الكانتين، احياء واسماك وحوت ومش عارف ودولفين يبقى ده في الايه، في اكواريوم. The space in the sky are bright، ايه اللي في السماء بيلمع؟ الاماكن ولا التماثيل ولا حمامات السباحة ولا النجوم؟ كده طالما في السماء يبقى النجوم من وسط دول. اي نقط a haircut once a month، طبعا haircut بتاخد هاف، المفروض بتاخد جيت خدناها في تالتة اعدادي، تمام؟ سوري خدناها في ستة ابتدائي، فعشان كده بقى have a haircut يعني يحصل على قصة شعر. I saw some fishermen، شفت بعض الصيادين والبيج بوتس والمراكب الكبيرة يعني في الملعب ولا في الخوخ ولا في الشاطئ ولا في الملاهي. بيتش يعني شاطئ، خد بالك منها بالبي الخفيفة، أما البت تقيلة دي معناها خوخ. هنا التمارين بقى على الماضي البسيط، يعني على الدرس الأول والتاني في زمن الماضي البسيط. فبيقول لي what did you do نقط weekend، طبعا دي في زمن الماضي، فلازم انا في الحالة دي اتكلم عن last weekend، يعني عملت ايه في اجازة الاسبوع الماضي، فلازم اخد last عشان هي الماضي، عشان الكلام عن الماضي. طيب when did you travel، امتى انت سافرت لأسوان؟ طبعا برضو ضد ماضي، فانا لازم اختار له دليل في الماضي، فانا هقول له yesterday اللي هي امس، مش هينفع بقى اقول له بكره، ما هو بيقول لي امتى سافرت اقول له بكره، لا سافرت امبارح. طيب شفنا بقى في الاكسبيشن في المعرض ده دولفين 3 مانثس، يعني احنا لما روحنا هناك شفنا العرض بتاع الدولفين من 3 مانثس اجو، اللي تيجي في اخر الجملة دايما وتدل على زمن الماضي هي كلمة اجو اللي معناها منذ. اتس وينزداي، النهاردة الاربع، عشان كده التلات كان امتى؟ اكيد كان يسترداي، طالما بيتكلم على ان النهاردة الاربع يبقى التلات ده كان امتى؟ كان يسترداي. لاست ويك، الاسبوع الماضي، اي نقط لندن اون هوليداي، الاسبوع الماضي I went، لازم اختار فعل في الماضي لان هو بيتكلم عن الماضي، ذهبت الى لندن في اجازة. نقط our family moved to our new house in Alexandria، الفعل moved ده في زمن الماضي، يبقى انت لازم تختار حاجة في زمن الماضي، يبقى انا هقول له امبارح الاسرة انتقلت، امبارح الاسرة انتقلت الى منزل جديد في الاسكندرية. تصحيح الخطأ بقى بيقول لي I am quite nervous في أول يوم في المدرسة، هو كان متعصب شوية في أول يوم مدرسة، طبعا هو بيقول I am، احنا مش هنخليها I am بقى، احنا هنخليها was اللي هي في زمن الماضي. ليه طيب خليناها was؟ والله علشان هو بيتكلم في الماضي، بيقول أنا كنت قلقان شوية في أول يوم مدرسة، في أول يوم مدرسة يبقى دي لازم تبقى ايه؟ was. بعدين تومورو بكرة هالة راحت المدرسة بالأتوبيس، طالما انت بتقول لي راحت المدرسة بالأتوبيس يبقى ازاي تبقى بكرة؟ يبقى اكيد دي هتبقى yesterday اللي هو ايه، اللي هو كان امس الكلام ده، تمام. حسن موف بس ما تنفعش، لازم تبقى moved، علشان ايه؟ علشان الكلام ده فيه اجو ده اللي على زمن الماضي. مام وانا went shopping نقط فرايداي، طبعا طالما انت بتتكلم عن الشوبينج وكمان وانت دي في زمن الماضي يبقى انا هقول له لاست فرايداي الجمعة الماضية. اتس جانيوري، ده بيقول لي في شهر يناير. ات واز ديسمبر نقط مانس، احنا طالما في يناير يبقى الشهر الماضي هو اللي كان ايه؟ ديسمبر. وات دي نقط ادم اند هيز فاميلي موف هاوس لاست مانس، قال له لاست مانس،
طالما لست ناقص الإجابة يبقى ده ماضي. الماضي يبقى عايز مين؟ يبقى عايز did. بعدين I was at school، أنا كنت في المدرسة الساعة 8 النهاردة. بقى what time did you arrive؟ النهاردة I was at school at 8. today what time did you arrive؟ امتى؟ yesterday، الوقت اللي انت وصلت فيه امس. انا النهارده جيت 8، انت امبارح جيت كام كده يعني. تمام. the students الطلبه بتوع فصل اولى تاني went to the fun fair، راحوا الملاهي. طبعا last week الاسبوع الماضي. طب ليه؟ ما علشان وانت في زمن الماضي فما ينفعش معاها الا اختار دليل على الماضي. هاني نقط some new شوز، اشترى احذيه جديده last Saturday، السبت اللي فات. يبقى اشترى في زمن الماضي، الفعل باي يعني يشتري، الماضي منه بود يعني اشترى. it's 10 past 10 يعني الساعة 10 و10. the 10 o'clock بس اتوبيس الساعة 10 لفت ومشي من 10 دقايق. فطبعا اللي بتيجي في اخر الجملة وقبلها المدة كلمة ago من 10 دقايق. تمام. I went shopping with my granddad، انا رحت التسوق مع جدي. نقط Sunday، اكيد last Sunday، الحد الماضي. الحد الماضي. الدرس الثالث والرابع وتمارين على قصة روبنسون كروزو. بيقول لشخص بقى وركس شغال في البوت، القارب او السفينة. اللي شغال في القارب او السفينة ده بياع ولا موسيقار ولا بحار ولا طبيب اسنان؟ طبعا اكيد سيلر اللي هو ايه، بحار. طيب كل اسرتي بقى راحوا البارتي الحفله ولفت مي وسابوني، سابوني في الخارج ولا ميت ولا مشهور ولا لوحدي؟ كلمه الون يعني بمفردي، طالما ان كل الاسره بقى ايه خرجت. the ship السفينه نقط because a heavy big rock، السفينه اتخبطت في سفينه في 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 صخره كبيره. يبقى السفينة ايه اللي حصل لها؟ غرقت. فين كلمة غرقت بقى؟ سانك. سانك دي معناها يغرق مع الاشياء، دي يغرق برضو بس مع الاشخاص. تمام. I didn't like the story، انا ما حبيتش القصة دي، اعتقدت ان القصة دي جميل يعني ممتعة ولطيفة مدهشة فظيعة. طبعا طالما انت بتتكلم انك ما بتحبهاش يبقى هي كده اصبحت ايه، ترابل، فظيعة. نقط ار لارج براون ناتس، ناتس كده اللي هي اللي هي زي الناتس جوز الهند يعني. تمام. اللي هو بينمو على الاشجار اسمه ايه بقى؟ اسمه خدناه الترم الاول طبعا الكوكوناتس، علشان الميلون دي بطيخ والابلز ده تفاح والكيوكامبرز ده خيار. مستر علي ليفز ان، عايش في كذا بليس، في مكان كذا. so I always visit him، عشان كده انا دايما بزوره. طالما بيزوره يبقى المكان اللي عايش فيه نير، مجاور بالقرب من يعني فارد بعيد وفارد بعيد وقالون بمفرده، لا ايه عايش في مكان قريب يعني. do you like working with other people، تحب تشتغل مع ناس تانيين ولا تحب تشتغل لوحدك؟ ما طالما مع ناس تانيين يبقى التانية هتبقى ايه، بمفردك الون، تحب تشتغل لوحدك. تمام. I don't know how to go through the space، انا مش عارف هروح فين خلال كذا. there are top many trees there، في too many، في اشجار كتير قوي هنا. يبقى هو طالما في اشجار كتير دي خدناها برضو الترم الاول، يبقى الراجل كده في الجنجل في الادغال. I like نقط but it's difficult to open them، انا بحب الحاجة دي بس صعب انك تفتحها. الحاجة اللي صعب انك تفتحها هي الكوكونات اللي هي جوز الهند، اما البطيخة ولا الشمامة ولا التفاحة والموزة دي انت بتفتحها بايدك. كروزو شوب المحل بتاع كروزو سانك، شيب سوري السفينة بتاعته غرقت لانه كان ريلي كذا ستورم، كان في عاصفة، العاصفة دي كان شكلها ايه، كانت ترابل فظيعة. My grandfather جدي was a كذا and visited ايه يا ربي دي countries، ممكن دول بقى في جميع انحاء العالم. يبقى جده كان شغال ايه عشان زار بلاد كتيرة، سيلور، بحار، مش كان طالب ولا تلميذ ولا يبحر.
روبنسون كروزو lived عاش نقط on island for many years. طبعا الجزيرة دي مكان، والمكان طالما ان هو فوق المية يبقى ياخد on an island، عاش على جزيرة. Do you think، هل تعتقد ان البالون ده، ان الجلاس بوتل الزجاجة الازاز دي، والنقط in the water طبعا float يعني تطفو، هي هتطفو. هو بيقول لي هل تعتقد ان هي ايه بقى، ان هي sink هتغطس، بما ان هي شيء بقى يبقى انا عايز ايه sink اللي هي تغوص، هل تعتقد ان هي تغطس؟ انا هقول له نو طبعا. طيب wild animals الحيوانات البرية usually sleep in، عايشة فين؟ في الجبل، خيمة، الحيوانات هتعيش في خيمة ولا كهف ولا سرير ولا نهر؟ طالما بيتكلم على الجبل يبقى عايشة في الكهوف. تمام، بعدين a space is someone، شخص هو بلايز بيلعب موسيقى، اللي بيلعب موسيقى ده اسمه ميوزشن يعني موسيقار، موسيقار. باقي التمارين what time is it، it نقط quarter past ten. السؤال هنا بإز، يبقى لازم برضو في الإجابة تبقى إز. what time is it هقول له بقى إيه، it is إنها تكون الساعة كذا. وين نقط you go to the funfair، قال له I went، وانت في زمن الماضي يبقى لازم اسأله في الماضي بدت. طب ليه خدت did وما خدتش مثلا are او where او does؟ does في المضارع مش هتنفع، تمام، و are برضو في المضارع مش هتنفع، لكن did where عايزة بعدها ing او صفة، فعشان كده did خدتها عشان بعدها المصدر، وكمان الاجابة ورا بالماضي. How do you come to school، انت جيت المدرسة ازاي؟ do ده مضارع، يبقى انت لازم تقول I come، هتجاوب بالمضارع برضو I come، دي came في الماضي يعني اتيت، انما طالما ان السؤال بدو في المضارع يبقى هتقول I come to school، انا باجي المدرسة بالباص. ما هو بيقول له ازاي بتيجي المدرسة، باجي بالباص، لكن لو قال له ازاي جيت هيقول له جيت بكذا، انما هنا تيجي مضارع يعني. تمام، ايه اللي عرفك مضارع؟ do، لما كانت did لقينا went، ولما كانت do لقينا come، مضارع يعني. تمام، طيب are you ready، هل انت جاهز للإجزام للامتحان؟ هيقول له yes I am، ايوه جاهز. طب ايه اللي حصل هنا بقى، ما خدناش did ليه ولا am ليه ولا is ليه؟ هقول لك لان are you دي لازم تتحول ل I am في الإجابة، فانا بسألك هل انت جاهز، هتجاوب تقول ايوه انا، يبقى اذا I am. can you run fast، تقدر تجري بسرعة؟ يس اي كان. الله، انت جبتلنا حاجة غريبة اول مرة دي، ما احنا متفقين بقى اللي بسألك بيه بتجاوب بيه، سألتك بكان تجاوب بكان. طب ما انا هنا سألتك بار وما جاوبتش بار، ما انت عشان هنا حولت بقى، فانت هتقول يس اي ام. تمام، اسبيس يو لايك كلاسيكال ميوزك، طبعا لايك يحب هنا مصدر، يبقى هبدأ الكلام بدو. طب ليه اخترت دو؟ هقول لك عشان المصدر. طب ماشي، ما ديد دي برضه بتاخد مصدر، بس عشان الراجل جاوب هنا بدو برضه قال نو اي دونت، فكده اجباري ان انا اخد دو. طيب واي نقط يو جو تو سكول ليت، قال له بيكوز اي جوت اب ليت، هنا بقى في الماضي، قال له اصل صحيت متاخر، يبقى لازم الكلام هنا يبقى ماضي، يبقى هتبقى الاجابه ديد. تمام، دول شويه سبع جمل مهمين جدا جدا جدا. تمام، طيب بعد كده هنصحح الخطأ، بيقول له بقى ريد اقرا كده واعرف لي الكلمه اللي تحتها خط. اول حاجه هاو واز يور اكزام، امتحانك كان شكله ازاي؟ قال له والله كان يكون كويس. لا، ما الكلام في الماضي بقى، طالما الكلام في الماضي يبقى لازم يمشي في الماضي على طول، يبقى هتبقى واز برضو. ليه هتبقى واز؟ علشان هي هناك واز في الاول، هو سأل بوز هنا اهو، تمام، فلازم الاجابه هنا تبقى واز. تمام، طيب what did you have، انت اكلت ايه على الغداء؟ قال له اكلت لحمة، بس لازم تبقى had، الاجابة تبقى في الماضي، لان هو سأل في الماضي، يبقى لازم تكون الاجابة فين؟ في الماضي، had. ماشي، هنشوف لون تاني غير ده علشان يظهر يعني في الكتابة. هنا بقى can you، وجاوب بيس I could، خلاص يبقى السؤال اللي انهي بيه ابدأ بيه، يبقى انا برضو هسأله بكود كده اهو. تمام، لان هو جاوب بيها،
فطالما جاوب بيه يبقى لازم اسال بيها عشان الكلام في الماضي، لان هو قال الغلط في الاول مش في الاخر. تمام. طيب بعدين الصفحة اللي بعد كده او دي كانت 24، تمرين على 3 و4. بيقول لي when did you go to the sports center؟ امتى؟ when did you go to the sports center؟ طبعا قال له اي انا روحت هناك من يومين، يبقى لازم يجاوب في زمن الماضي اللي هو went. ليه طيب هيجاوب في زمن الماضي؟ علشان الراجل سأله بديت بتاعت الماضي. تمام. طيب have you got a new jacket؟ قال له no I haven't. اللي تتسأل بيه تجاوب بيه، هل معاك اشتريت جاكيت كتير؟ قال له لا، يبقى لا I haven't. طيب نقط you go to a laptop، هنا بقى good ده تصريف تالت good، وانت خدتها الترم الاول have got to has got، هتقول لي يا عم دي كانت الترم الاول، لا من هنا ورايح خد بالك ممكن تكون في اولى ثانوي ويجيب لك جمله من اولى اعدادي. الانجليزي مبني على كله، ما تنساليش الشغل الاول الترم الاول. has علي got an umbrella؟ yes he has. اللي اسال بي اجاوب بي. تمام. طيب نقط your best friend speak French؟ قال له yes he can. كان هي، يبقى اذا في السؤال يبقى ايه برضو كان. تمام. نقط تايم دو يو جو تو سكول؟ قال له ات هاف باست 7، يبقى هقول له امتى بقى، ما الوقت بقى. تمام. امتى بتروح؟ فقال له الساعه كذا. تمام. طيب نقط يو لايك جاز؟ جاز اللي هي موسيقى الجاز يعني. قال له نو اي دونت، فيبقى هساله بدو بقى، هساله بدو. هنشوفها الصفحه اللي جايه. هنكمل تمارين. وي هاد ا نايس سبيس اون ذا بيتش يسترداي، احنا عملنا ايه على الشاطئ حلو امبارح؟ طبعا هوتيل، عملنا فندق يعني، خدنا فندق، خدنا تذكرة حفل زفاف، باربيكيو دي اكل يعني. طبعا طالما على الشاطئ، طالما على الشاطئ يبقى باربيكيو، اللي هو يعني ان احنا هنعمل حفلة نشوي فيها اكل وكده. تمام. حفل شواء. ذا تورستس، السياح. طبعا دي تمارين الخمسة وستة. السياح بقى انجويد، استمتعوا بايه يا ترى؟ زي سيد، هم بالموسيقى قعدوا يسمعوا موسيقى وكده، يبقى استمتعوا بالكونسرت. كونسرت يعني حفلة موسيقية. وي كودنت جو تو ذا بارك، ما قدرناش نروح البارك امبارح. بيكوز ات ووز، عشان الجو كان ويندي. ويندي يعني عاصف، كان في هواء شديد فما قدرناش نروح. وات هابند تو احمد، ايه اللي حصل لاحمد؟ قال له مش قادر، مش قادر ايه بقى، مش اي كانت ريميمبر، مش قادر افتكر ايه اللي حصل له. تمام. طيب ذا ميوزك ووز، الموسيقى كانت مش عارف مالها، انا سبت الحفله ومشيت. يبقى الموسيقى كانت جميله ولا لطيفه ولا مدهشه ولا ضوضاء ودوشه وصوتها عالي، لود يعني مرتفعه الايه الاصوات، صوتها عالي يعني. بعدين هنا بيقول لي كل الشبابيك كانت كذا بسبب ان الجو كان ويندي، يبقى الشبابيك كانت مفتوحة بسبب ان الجو كان ويندي. طبعا لا، اكيد الشبابيك كانت كلوزد، مغلقة. بيبول اولوز ايت ميت، الناس بتاكل لحمة مطبوخة على اوفر افاير ان سبيس، اكيد في حفل الايه يعني، مطبوخة على النار على طول، يبقى برضه هتبقى في حفل الشواء. بعدين yesterday I went to home، أنا روحت. نقط I had lunch، دي بقى كلمة اسمها then يعني بعد كده، روحت وبعد كده اتغديت. We went to the space and enjoyed listening to classical music، راح فين بقى واستمتع بالموسيقى؟ أكيد راح حفلة موسيقية اللي هي concert. My dad نقط me to school in his car، هنا عايز يقول ايه؟ وصلني المدرسة بعربيته، فياخد كلمة دروف عشان تيجي بمعنى يوصل. How did you get the space for the final match؟ طبعا how did you ايه بقى؟ كيف حصلت على كذا للماتش النهائي؟ حصلت على تذكرة ولا حصلت على ملعب ولا حصلت على لاعب؟ طبعا اكيد حصلت على ايه؟ على تيكت، تذكرة. Tourists usually، السياح دايما
ستي بيقعدوا في كامفورتابل سبيس وين زي فيزيت ايجيبت. طبعا بيقعدوا في الهوتيلز، هوتيلز فنادق، بيقعدوا في الفنادق لما يزوروا مصر. after he worked for 10 hours، بعد ما اشتغل 10 ساعات. he was really، هو كان ايه بقى، اشتغل 10 ساعات، يبقى الراجل ده tired. tired يعني متعب، بعد 10 ساعات اكيد هو شعر بايه، بالتعب. we plan to، احنا بنخطط ان احنا نروح كذا اجازة. Luxor next week، طبعا go on holiday، go on تاخد on معاها. تمام. we had delicious pizza، احنا اكلنا بيتزا ممتعة، عايز يقولوا كان زيتون وايه وفلفل ومش عارف ايه امبارح، يبقى ايه with بيتزا، بي الزيتون وبي الفلفل. لما نيجي نحل تمارين عامة محادثة، طبعا how was your birthday، عيد ميلادك كان عامل ازاي، قال له it was. هنا هتكتب اي صفة بقى. تمام. لو ان طالب، يعني هي دي سهلة انك تقول مثلا it's nice، great، عظيم، لطيف، اي صفة هتقولها يعني. تمام. طيب فهنقول له مثلا it was nice، يعني كان جميل. بعدين قال له ايه، do you have a party، انت عملت حفلة، قال له yes I، سهلة خالص برضو yes I did، لان هو سألني بديد يبقى هجاوب بايه، بديد برضو زي ما احنا متفقين. قال له نقط did it start، قال له at 7، يعني بدأت الساعة 7، برضو سهلة، ان انا كده خمنت ان هي اداة استفهام بتسأل عن الوقت، طالما قال له بدأت الساعة 7 يبقى انا هقول له وين، وين امتى بدأت، قال له الساعة 7. بعدين قال له ايه، طيب طب how did you feel، انت شعرت بايه، قال له I felt really happy، نقط معظم اصحابي جم الحفلة. صعبة شوية رقم 4 و5، هيقول له هنا بقى ايه because يعني لان، شعرت بالسعادة لان معظم اصدقائي جم الحفلة. تمام. فقال له طب وصاحبك المفضل، اقرب صاحب ليك، ايه ظروفه، وات اباوت، ماذا عنه. فهنا هيستخدم اسلوب تناقض، هيقول له بالرغم من انه كان مريض بس جه الحفله. تمام. فهيستخدم كلمه اسمها although، احنا اخدناها الترم الاول. تمام. بالرغم انه كان مريض بس جه الايه، جه الحفله. تمام. طيب تعالى بقى choose. we had a lot of fun، احنا استمتعنا كتير، at the swimming pool، في حمام السباحة. it was not big، عايز يقول كان كبير يعني. فطبعا ان انا هستخدم كلمة اسمها really، really أأكد بها الكلام، it was really big، حمام السباحة كان فعلا ايه، كبير يعني. you should think carefully، انت لازم تفكر كويس، before you not a decision، دي جملة جامدة شوية، كلمة decision يعني قرار، تاخد make قبلها، before you make a decision. we went to the museum yesterday، واحنا المتحف امبارح. I remember space the things that the teacher taught us. I remember، انا بفتكر ايه بقى، عايز يقول بفتكر كل حاجة اللي الاستاذ قالها لنا. تمام. فطبعا كلمة every دي تخش على اسم مفرد، لكن things دي اسم جمع، يبقى all things، all things، كل الأشياء. did you have a mobile phone، yes I، yes I had، المرة دي بقى مش هتقول did one، دي أسئلة لغز مع إني جاية في workbook، يعني حاجة مليانة ألغاز كده وألغام، فأنا بقول له هل معاك موبايل، هيقول له أنا فعلت واحد ولا معايا واحد، فهياخد had هنا، طالما إن دي جملة workbook يبقى الكتاب مليان ألغاز، yes I had one، أيوة عين معايا واحد، فلازم يقول معايا. تمام. طيب will سامح travel to Alex، هل سامح سافر الاسكندرية، no he، طالما السؤال بويل يبقى ويل، يبقى الإجابة لازم تبقى ويل، وطالما قال ويل، طالما قال نو يبقى لازم تبقى المنفية will not. صح على الخطأ، بيقول لي the work on the farm is tired، هنا بيتكلم عن العمل، العمل في هذه المزرعة متعب ولا متعب، طبعا متعب، يبقى هنغير الاي دي
ونحط اي ان جي، يعني هنخلي الكلمة يبقى اسمها تايرينج. تايرينج فين الحروف؟ تمام، هتبقى ايه؟ العمل متعب. طيب هنا بقى بيقول لي he was so tired، كان تعبان قوي، عشان كده stopped to work، توقف لكي يعمل. لا، كلمة stop يفضل هنا استخدام ال ing، يبقى هنقول توقف عن العمل، stop working.